اللجنة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو أعلنت امبارح عن تسجيل النقش على المعادن على قوائم التراث عشان تتوج جهود مصر وعشر دول أخرى بالنجاح وإضافة عنصر مصري تامن لهذه القائمة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الإنجاز وأهمية تسجيله من خلال ملف عربي مشترك من دكتورة نهلة إمام رئيس مجلس أمناء بيت التراث المصري ومستشار وزيرة الثقافة لشؤون التراث غير المادي. صباح الخير على حضرتك يا فندم وأهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور. أهلا يا فندم. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. لو في البداية تعرفينا وتعرفي سادة المشاهدين على العنصر اللي تم تسجيله وكام كمان من الوقت يعني تحضير الملف أخذ مجهود ووقت من حضراتكم. طيب الأول ألف مبروك لمصر إدراج العنصر الثامن على القائمة التمثيلية في منظمة اليونسكو. إحنا بندرج العناصر دي ضمن اتفاقية موقعة عليها مصر وهي اتفاقية شؤون التراث الثقافي غير المادي اللي هو إحنا بنقول عليه التراث الشعبي. العنصر ده هو العنصر الثامن اللي مصر تقدمه ولكن هو العنصر الثالث المشترك. قبل كده سجلنا عناصر مشتركة مع دول عربية برعاية منظمة الإلاكسو اللي هي منظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. عشر دول عربية هي مصر، السعودية، اليمن، فلسطين، تونس، الجزائر. اجتمعنا العشر دول لمدة سنتين، عشر وزارات ثقافة تعمل معا على إدراج العنصر. كل دولة أظهرت من خلالها تميزها في أنواع النقش. إحنا بنتكلم على النقش على النحاس والفضة والذهب. طيب دكتورة، في بعض الناس بتسأل ليه ندخل في ملف مشترك؟ يعني ليه ما نسجلش هذه الحرفة إن هي مصرية فقط؟ طيب دلوقتي اليونسكو بيشجع جدا ونحن أيضا بنثمن هذا إن العناصر التراث المشتركة ما بين الدول تظهر كتراث مشترك، هو تراث للإنسانية. ولكن داخل كل الملف، أنا بالمناسبة أنا عضو لجنة التقييم في اليونسكو اللي بيقيم الملفات. الملف لازم يبان فيه تميز كل دولة، يعني مصر لازم تقول هو عندها فين، هو أكثر في النحاس، في الذهب، في الفضة، بيستخدم في مناسبات إيه. الحاجات الطريفة مثلا إن إحنا كتبنا إن عندنا من زمان قوي كان في حاجة إحنا نعرفها اسمها طاسة الفضة وكان بينقش عليها. بنستخدم احنا النقش بالحروف للخط العربي. استخداماتنا في حياتنا اليوميه ازاي؟ كان عندنا مصر زمان غطيان القلل كانت بتغطى عليها. لازم كل دوله تبرز تميزها، فمش معنى انه العنصر المشترك هو واحد في كل الدول، ولكن التنوع الثقافي لازم يبرز. من المهم جدا ان نثمن مسألة أن التراث للإنسانية، التراث مشترك، وإحنا بنسعى مصر من خلال وزارة الثقافة نحن هنشوف الدول اللي مسجلة ملفات هي أصلا العناصر دي موجودة عندنا ونحاول أن ننضم لها. أن التراث هو الإنسانية، لاحظ حضرتك أن التراث ده هو منطقة سلام واحترام متبادل ما بين الشعوب، ما هوش منطقة نزاع. فمهم جدا أن نثمن أن اليونسكو وإحنا كمان طبعا في مصر لأن إحنا لدينا متخصصين كتير وعلى مستوى رفيع ندرك تماما أهمية المشاركة في التراث. من الطريف أن السنة دي مثلا سجلت سبع دول ملف أشدنا به كثيرا، هو ملف كان ميزته انه مش بس بقى ملف مشترك لكن كان فيه اربع قارات، يعني دول من اوروبا مع من افريقيا مع من اسيا اشتركوا في انهم يسجلوا القباله. القباله اللي هي نظام التوليد التقليدي اللي هي احنا عندنا بدايه. تخيل حضرتك انه في نيجيريا مع المانيا مع لوكسمبورغ مع يعني مع أذربيجان، فهي دول موجود لديها العنصر ومنتشرة في العالم وأطلقنا عليه إن هو ملف مش بس بقى مشترك، ده ملف جلوبال يعني دولي عالمي. طيب ده معناه إن التراث ده إن التراث قايم على السلام طبعاً. في الآخر طبعاً. طيب دكتور نهلة، إيه العناصر اللي مصر بتحضر لتسجيلها في الفترة اللي جاية؟ احنا بنشترك في مع المملكه العربيه السعوديه ومقدمين آلة استمسامية. احنا مقدمين مع دول عربيه كثيره
الحنة وبكل الممارسات المرتبطة بها. بنشترك أيضا في ملف عن العمارة البيئية، العمارة الصينية. أيضا آلة العود داخلة في الإعداد، يعد لها ملف. بنحاول نعمل ملف وطني يكون على أكلة الكشري. ويعني بنجتهد في ان احنا نزود عدد العناصر اللي مسجله على قوائم الاتفاقيه لابرازها. يمكن الدور اللي انتم بتلعبوه مهم في القاء الضوء على اللي احنا بنعمله ده، علشان نرفع الوعي باهميه التراث. ان الناس لازم نعرف ان الحرف دلوقتي بتعاني من هجر، من قله العماله، من العماله المدربه. فكنا بنسجله على قوائم اليونسكو، ده بيعيد له الاعتبار داخل المجتمع. ومن هنا احنا بندي كل الجهد والتسجيل ده للممارسين والقابضين على تراثهم في الحرف. طيب لكن اذا سمحتي لي وحضرتك بتتكلمي عن الكشري، الكشري اكله مصريه خالصه مظبوط ولا انا؟ بتاعتنا دي، بتاعتنا. ولو ظهر انها موجوده مثيل لها في العالم وحد بعد ما نسجلها حب يشترك، نحن نرحب. وزي ما قلت لحضرتك، طيب، نحن لا نتسارع، احنا بنبرز تراثنا. واذا حصل انها موجوده في مكان ثاني في العالم، اهلا وسهلا، يبقوا ينضموا لنا. طبعا نحن نعتز بالاكله لانها منتشره جدا في مصر، وموجوده في المناطق الريفيه وفي المناطق الحضريه بل والساحليه بتنوعات. طيب نغتنم وجود حضرتك معانا وتقول لنا ايه هي العناصر الموجوده. حضرتك قلت ان احنا عندنا 8 عناصر مسجله حتى اللحظه وثلاثه مشتركين، ايه هي الثمانيه المسجله حتى الان؟ الثمانية منهم 5 منفردين وثلاثة مشتركين. الثلاثة المشتركين أمس كان النقش على المعادن، النحاس والذهب والفضة. قبليه كنا سجلنا فنون الخط العربي برضه مع 16 دولة عربية، ثم وسجلنا الممارسات المرتبطة بالنخيل، ودي كانت النخلة كانت في الحرف المرتبطة بها، والخوص والجريد والتمور، وبرضو المعتقدات التي لدينا والعادات، وهي كثيرة جدا. وده أظهر تنوع شديد بين الدول العربية. النخلة هي نبتة واحدة، لكن تخيل حضرتك نحن نستخدمها في وظائف، نطلع منها منتجات غير اللي بتطلعه الإمارات، غير اللي بتطلعه السعودية، غير اللي بيطلعوا اليمن. وده كان بيظهر التنوع الثقافي كبير. دول الثلاثة المشتركين. الخمسة المنفردين، أول واحد كان السيرة الهلالية، ثم التحتير، ثم الأراجوز، ثم النسيج اليدوي، والاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة. طيب برضو الناس بيبقى عندها يعني فضول تعرف يا فندم، على أي أساس بيتم تسجيل هذه الملفات باسم دولة معينة؟ لو هنتكلم تحديدا على مصر. اليونسكو يشترط الأول أن تكون أنت مسجلها في أرشيفك الوطني، تكون عامل قوائم حج وعندك أرشيف في بلدك مسجل فيه العنصر ده من زمان، وبتبعت لهم الرقم اللي أنت مسجل بيه والتاريخ ومين اللي سجله وكده. فإحنا عندنا قائمة حج موجودة في مصر، وطبعا مصر تجربتها في توثيق التراث طويلة. ثانيا بتعد ملف بطريقة معينة، هو اليونسكو عامل فورم بنملاه، وبيبقى يا إما باللغة الإنجليزية الفرنسية، ونحن نعتمد اللغة الإنجليزية أكتر في ملفاتنا. والملف بيبقى ضمن شروط معينة، بعض المعايير يجب أن تستوفى. يسأل عن وصف معين للعنصر موجود في الدولة، الوصف يكون مفهوم لدرجة أن اللي ما سمعش عن العنصر خالص يفهمه. ويمكن أنا في لجنة التقييم بيجيلنا أسماء غريبة جدا وحاجات عناصر غريبة جدا، إذا ما قدرناش نفهمها من الوصف اللي كتباه الدولة، بنقول بنرجع نسأل الدولة أو بنرفض الملف. ولذلك مسألة التسجيل مسألة معقدة جدا، وممكن الملفات كتير بترفض أو بتعاد للدولة لتصليحها وتقديمها في دورة تانية، أو تدافع عنه أمام اليونسكو وتقول. ساعات ما كنا بنبقاش عارفين إيه هو العنصر بالظبط اللي بتتكلم عليه الدولة، فبنضطر نرجع للفيديو، لأن بيطلب مننا فيديو للعنصر، وبيطلب مننا 10 صور لكل عنصر بتكون عالية الجودة. صحيح، عشان تكون الدنيا مفهومة أكتر. لكن ده بيبقى نقطة ضعف في الملف. لازم نقول الوظائف الاجتماعية بتاعة العنصر، المعاني الثقافية التي يحملها، كيف ينتقل العنصر من جيل لجيل، هل في المدارس، لازم كل التفاصيل يا دكتورة نهلة بالفعل تكون موجودة، ودي عملية معقدة جدا. لكن بنشكر حضراتكم طبعا على هذا الأمر. دكتورة نهلة إمام، رئيس مجلس أمناء بيت التراث المصري، شكرا جزيلا ليكي.